بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله تعالى في قناه الاخت امين وليد. اليوم ان شاء الله اخواتي غادي نحضروا العسل اللي تنديروا للشباكيه وكذلك البريوات. فتيجي هذا العسل منسم ورائع جدا، كنتمنى تجربوه وتحتفظوا به لانه ان شاء الله في المستقبل غادي نحضروا به شيوات نريكم خرجه ممتعه. بالنسبه لهذا العسل هذا غنحتاج واحد 2 كيلو ديال السكر. طبيعة الحال يمكن لكم تستعملوا هكا سكر قالب يعني ولا سكر قطع دوك القطع اللي تنقاو، ولا كذلك تستعملوا سنيده يعني 2 كيلو قطع السكر. نعبروا الا كانت سنيده نديروا 2 كيلو، الا كانت هذوك القطع ديال السكر اللي تلقاو تما نديروا 2 كيلو. هنا القالب ديال السكر فيه 2 كيلو، غادي نحتاجوا ديما 2 كيلو ديال السكر. نحتاجوا 1 لتر ديال الماء، 2 كيلو السكر مع لتر ديال الماء. غادي نحتاجوا كيف ما تلاحظوا معايا اخواتي عندي نص حامضه مقطعه ديال طخونش، عندي نصف برتقاله يعني نصف ليمونه العامه ديالنا. غادي نحتاجوا بالنسبه للاعشاب اللي غادي يرافقوا هذا العسل هذا باش غادي يجينا منسم، غنحتاجوا الزعتره، واحد شويه تاع الزعتره يعني واحد معلقه صغيره ديال الزعتره. يمكن اللي ما عندوش زعتره يدير الزعتر، انا تنفضل الزعتره. ما عندناش الزعتره نديروا الزعتر. عندنا هنايا قاع قله اولا حبه الهيل كيف ما كتلاحظوا، واحد 10 حبيبات تقريبا ديال حبه الهيل. غنحتاج واحد الساشي ديال الشاي يعني معروف، واحد الساشي ديال الشاي. غادي نحتاجوا الزعفران تشعره غير شي شعيره تيكونوا هكا قلال. غادي نحتاجوا كذلك معلقه ديال الشاي ولا ديال الحبوب ديال الشاي يعني الشاي المغربي ديالنا كيف شفتوا هنايا انا استعملت الشاي المغربي ديالنا، وكذلك الشاي يعني اللي هذا كيكون في الساشي. وعندنا هنايا كيف ما كتلاحظوا هنايا هذه الساشي ديال فليو. طبيعي الحال يمكن لينا نستعملوا غير فليو بحال هكا، نفتحوا كاع انا باش تشوفوا يعني هانتوما كيف ما كتلاحظوا هذا فليو اللي يمكن لكم كذلك تستعملوه، اما واحد العريش ولا يعني تتباع في اليوم موجود مجفف. انا كنشري هاد لي تيزان هكا لانني تنشربهم كيف ما كتلاحظوا يعني فلي واحد الطاشيات. غادي غادي تعطينا واحد المعلقه صغيره. غادي نحتاجوا كذلك هادو العويدات ديال القرفه يعني واحد 4 العويدات 3-4 العويدات ديال القرفه. بالنسبه لهاد الاعشاب اللي درت انا يمكن لكم تضيفوا عليهم القرنفل، يمكن لكم تضيفوا كذلك اليازير، يمكن لكم تضيفوا هذا وكاين اللي كيدير واحد الطريف تاع السواك وانا زعما تنبغيش نديرو، لا يمكن لكم تضيفوا مسكه حره كذلك، وليني غير انتقوا بي يعني غير هاد اتاي وهاد الساشي ديال اتاي راهما حداتهم راه تيعطيو اللون العسل ديالنا يعني العسل الا درنا الا بغيناه يعطينا واحد لا راه ماشي في الطياب، راه في المنسمات اللي تنديرو هو فاش كيعطينا داك اللون اللي تنبغاو حنايا اللي تلقاوه. وهنا كما كتلاحظوا هاد الاعشاب هادو اللي درنا تيجينا منسم، اما نقدروا نديروه اما الشباكيه اما المخرقه ولا الحلويات المعسله. وسبق لي حضرت مجموعه تاع الحلويات ان شاء الله الى كتب الله، الى كاين الله يرزقنا الصحه والسلامه ان شاء الله، الى كاين الوقت غادي نحضروا ثاني حوايج بريوات، نحضروا يعني شباكيه، نحضروا مخرقه بطبيعه الحال الى كتب لنا العمر، كنترجو الله سبحانه وتعالى الصحه والسلامه. غادي نحضروا مجموعه وهذا العسل هذا راه الى درتوا ليه هذه المكونات هذو راه تقدروا تدهنوا به حتى الرغيفات، ندهنوا به البطبوط، ندهنوا به يعني هكا سيرتو في رمضان. واخا المهم هو كيبقى حسن من العسل اللي تنشرو في هذاك العلبه اللي تناخذو، العلب عادي حسن الا ما كاينش العسل الحر فنديرو هذا. واخا زعما لا علاقه لهذا بالعسل الحر، ولكن كيف ما كتشوفوا كان بعض المرات كنشريو بلا ما نكذبو على بعضياتنا، ماشي ديما العسل متوفر، ماشي ديما تندهنو به البطبوط وتندهنو به الملوي، بعض المرات كنشريو غير العسل العادي تندهنو به لي مالا نصيبو هكا ونخليوه حتى هو مره ندهنوا به كيف ما قلنا. هذا هو العسل ديالنا كتلت عليكم الهضره. غادي نحتاجوا واحد الذويب كيف ما كتلاحظوا، اما كنديروا دوك لو كومبريس ولا نديروا واحد الزويف تاع حياتي معروف عندنا في المغرب. انا كتلاحظوا الزويف تاع حياتي تقبصوا درت فيه توقو، علاش؟ باش هذوك المكونات كلهم اللي غادي نحزم في هذه الصريره
يعطوني المذاق يعني. وغادي نبقى ملي غادي نطفي على العسل ديالي غادي نحاول انني نمعك مزيان هاد الصغيره باش جميع المكونات اللي كيكونوا في هاد الصغيره هادي هاد العشب كلهم غنديرهم في هاد الصغيره يطلقوا لينا البنه ويطلقوا لينا المذاق. هادو هما المكونات ديالنا اخواتي كيف ما كتلاحظوا معايا. ندوزو على بركه الله الطريقه. هنا اول حاجه كنديرو اخواتي كناخذو السكر ديالنا تنوضعوه في واحد الطنجره. هنا انا غادي نستعمل طنجره الضغط يعني الكوكوت. طبيعي الحال ما كنظنش شي بيت مغربي ما فيهش الكوكوت. بالنسبه لاخواتي اللي خارجين اللي كاينين على برا وما عندهمش الكوكوت فتناخذوا واحد الطنجره اللي تكون غليظه يعني واحد الطنجره تكون ثقيله بهذا المعنى هذا يعني واخا ما تكونش هكا واخا ما تكونش طنجره ديال الضغط. بالنسبه لك كنا غنطيبوه في طنجره ديال الضغط يعني انا اول حاجه غادي نديرها بعدا باش يذوب لي السكر عاد نهضر غادي نحاول نخوي عليه الماء ندخل ليه مده 10 دقائق حتى وكان يذوب السكر. بالنسبه قلنا الاخوات اللي ما عندهمش طنجره ديال الضغط فهي كياخذوا غير واحد الطنجره واحد الكوله كاسخون تكون ثقيله تكون كبيره ولا واحد الطنجره اللي تكون ثقيله كنوضعوا فيها السكر ديالنا وكنوضعوا بنفس الطريقه غير هي المده ديال الطياب ما غاديش تكون هي المده ديال الطياب ديال الطنجره ديال الضغط هي 40 دقيقه الا كثر العسل 40 دقيقه. اما في طنجره عاديه غادي تاخذ لينا واحد ساعه ونص تقريبا ديال المقاله ساعه ونص. واحد الحاجه واحد الملاحظه مهمه الاخوات اللي غادي يستعملوا طنجره عاديه بلا كوكوت يحاولوا يغطيوها ملي غطيوها داك الغطي تكون فيه واحد الثقبه اللي كدوز لينا البخار. الا ما كانش هذاك الغطاء فيه ديك الثقبه اللي غدوز لينا البخار نحاولوا نبرموا شويه واحد نص سنتيم نحاولوا نبرموا شويه الغطاء على الطنجره ونخليوه يطيب على عافيه مهيله. علاش انا قلت ضروري تغطى ضروري ملي تغطى لانه الا ما تغطاش فغادي تلقاو ان السكر طلع هكا السكر طلع لينا في هاد الجوانب هادو من حيت كيفيض ملي تيبدا يغلى تيخلي لينا الحبيبات هكا بويض في الجلد هادوك الحبيبات ملي تنغطيو داك البخار تيهبط عليهم تيذوبهم تيوليو ما. اما الا ما تغطاش فغادي ملي غيطيب العسل وغيسالي غتلي غادي نلقاو العسل ديالنا هو اللي تيخلي العسل يكرم وتيخليه بحال الزاج كيخليها بحال كتل يعني بهاد المعنى هادي تيولي لنا قطع بحال الزاج وتيخسر لنا العسل ديالنا. يعني الاخوات اللي ما غاديش يطيبوا في الطنجره ديال الضغط ما عليهم الا يغطيو الطنجره ديالهم يبرموا على الا كانت فيها الثقبه راه مزيان ملي طلعنا البخار الا ما فيهاش الثقبه نبرموا واحد نص سنتيم تقريبا باش نحاولوا يطلع لينا البخار شويه ونخليوهم مده ساعه ونص باش تعرفوا العسل طاب. طبيعه الحال هاد الحامض هذا كيف ما كتلاحظوا هو الليمون تيولي اللون ديالهم كراميل اذا كيتكراميليزاو يعني سي ان شاء الله ملي غادي نطيبوا غادي تشوفوا تيتكراميليزاو يعني هذاك هو القياس ديال الطياب ديالهم. وحنا ان شاء الله غادي نوريو الطريقه شويه شويه. هنايا اسمحوا لي كثرت الهضره ولكن راه مهم غير الاخوات باش ما يضيعوش يدير واحد لا غوتيت يضيعوا فيها لا انا الضايع ما غاديش نبغي راسي وما غاديش نبغي كذلك الاخوات اللي غادي يجربوا واحد لا غوتيت وما تصدقش ليهم. لهذا فانايا خديت بعين الاعتبار الاخوات اللي عندهم طنجره الضغط واللي ما عندهمش. هنايا كيف ما قلت خديت السكر ديالي ضفت عليه واحد لتر ديال الماء صافي غادي نخليه حتى وكان يذوب وغادي نضيف ليه المكونات اللي غادي نوريكم كيفاش غادي نرسمو هاد الصريره هادي اللي نجمعوا فيها الموسينات. هنا تناخذوا اخواتي ديك داك الطوب اللي عندنا ويمكن لكم تستعملوه يعني لي كومبريسيس الطوب نديرو هنايا كيف ما جميع هاد الاعشاب اللي عندنا حتى الزعفران شعرته هو نديرو بحال هكا بهذه الطريقه هادي نديرو قاع قله ولا حبه الهيل نديرو كذلك هذيك الساشيه ديال السكر ديال عفوا ديال اتاي اللي عندنا صافي. هذا تنرزم عليهم بهذه الطريقه هذه يعني تنديرو واحد الصريره نحاول نعقدها مزيان. انا استعملت التوب ديال حياتي لهذا فانا ثقبته باش نحاول ان دوك المكونات يخرجوا يعني ماشي يخرجوا على برا انما النكهه ديالهم تخرج عليا في العسل ديالي
هنا كيف ما كتلاحظوا اخواتي، من بعد ما صررنا عملنا الصريره ديالنا، غادي ناخذ هادو هاد المكونات اللي عندي، عويدات ديال القرفه، كذلك الصريره اللي صايبنا، الحامض والليمون، وغادي نضيفهم السكر من بعد ما يذوب. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي، من بعد ما ذاب السكر انا ما خليتوش ذاب كامل، لان شويه مزروبه، فانا وضعت الكموسه ديالي، غنوضع كذلك هذا النصف ديال البرتقاله، غادي نوضع كما كتلاحظوا هاد الشرائح ديال النص حامضه، وضعوا كذلك هاد العويدات ديال القرفه. هنا غادي نسد على الكوكوت تاعي طبيعه الحال، في الاول تتكون العافيه مجهده، في الاول على ما تكون يعني مجهده، غير تبدا تصفر الكوكوت، نحاولوا نقصوا يعني نخليوه على عافيه مهيله، من بدا تصفر لنا الكوكوت ونقصوا، غادي نحسبوا ليه 40 دقيقه عاد كنطفيو عليه، غير نطفيو عليه ديك الساعه نحيد نزورو الغطاء، ماشي نخليوه يرتاح، ولا ديك الساعات خاصنا نعريو عليه، كنهزو طبيعة الحال نشوفو الحامضة ديالنا غطبة لينا تكراميليزيت، وكذلك كناخدو واحد شوية تنوضعو في واحد الصحن تنخليوه تيبرد شوية، ملي تيبان لينا صافي راه يعني كيبان العسل ديالنا تقال يعني ولا عاقد، صافي هذاك هو القياس ديال الطياب ديالو، ما العسل يعني ما كثرش ليه الطياب، انا قلت 40 دقيقة العافيه مهيله، راه الا كثرنا لي الطياب هي فاش تيتحجر لينا، هي فاش تيتحجر لنا تيخسر 40 دقيقه بالضبط على العافيه مهيله، تنزولوه سير ديك الساعات سير بلاص، نحيدو له هذا الغطاء، نحيدو الصفاره، نحيدو الغطاء، نقلبوه، وان شاء الله حنا غادي نوريو الطريقه بالضبط، باش ان شاء الله الاخوات كلهم يتبعوا المراحل دقه دقه. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي، من بعد ما مرات 40 دقيقه فانا زولت الكوكوت ديالي، ولا طنجره ديال الضغط حاولت نزولها من فوق العافيه، حيدت الصفاره، فتحت عليها. هنا بالنسبه لواحد الطريقه الا بغينا بالنسبه للعسل باش نعرفوا بركه عليه من طياب، صافي راه طاب، تناخذوا انتما تلاحظوا معايا اخواتي، الا تقطع لينا الا جاب الله تقطع راه باقي خاصنا نزيد واحد 10 دقائق ديال الطياب، الا ما تقطعش لينا صافي هذاك هو الجهد. هانتوما اخواتي لاحظوا معايا، بسم الله، هانتوما كيف ما كتشوفوا انه بقى خلط واحد ما تقطعش، غادي نعاود معكم الطريقه، هانتوما كتشوفوا انه بقى خلط واحد ما تقطعش، يعني صافي هذا هو العسل ديالنا. وكتلاحظوا معايا انتوما شوفوا اللون ديال الحامض كيف ولا، يعني الحامض كما كتلاحظوا تكراميليزا، يعني تكراميليزا بزاف، ها نتوما كما كتلاحظوا اخواتي شوفوا الحامضه كي ولات، كذلك الليمونه شوفوا الليمون ديالنا كي ولا، يعني صافي تيتجمع وتتكراميليزا. وهنايا طبيعه الحال انا خديت شويه ووضعته كيف ما كتلاحظوا، يعني تنخليه واحد 10 دقائق اما في الثلاجه ولا هذا، انا كيف ما كتلاحظوا هذا هو القياس، يعني راه داب كيعقد، هذا هو العسل ديالنا، هذا هو العسل ديالنا، بغينا هاد العسل هذا يجينا من السم كثر ويجينا يعني مركز، فتنضيفوا ليه واحد القرعه ديال العسل ديال الحر، العسل الحر ماشي العسل الحر، ما غاديش بيني وبينكم ما غاديش نضيع فيه العسل الحر، لان انا بغيتو غير الشباكيه، وبغيت يعني العسل الحر كنهضر غير على هذاك اللي كيكون في لي غون سيرفاس، كنلقاو بزاف ديال الماركات يعني 27 درهم 37 درهم حتى 40 درهم 45 درهم، تلقاو قريعه هكا نجي نزيدوها نخويوها فيه، يعني باش يكون غير واحد من السم اكثر يعني مركز اكثر، تنضيفوا ديك القريعه وتنحركوا طبيعة الحال. الا بغينا كيف ما قلنا الشباكيه ولا هذا، انايا بما انني غادي نستعملو باش نصيب به المخرقه والشباكيه الى غير ذلك، غادي نضيف ليه جوج معالق ديال الجليكوز، هذا هو الجليكوز، غادي تقولي الان تسالوا علاش الجليكوز، الجليكوز ما تيخليش الشباكيه ديالنا نهائيا تشرب العسل، يعني ما كتجيناش ناشفه، كنلاحظوا ان واحد الوقيته ملي تدوز عليها لقيت الشباكيه تتولي بحال الا تقريبا بحال الا نشفات، يعني هذا الجليكوز هذا تيخلي العسل ديالنا تيخليه مركز فوق الشباكيه، وديما الشباكيه كتبان لامعه بالعسل ديالها، ماشي غير الشباكيه، جميع المسائل اللي كتكون معسله فتسبق يعني كيف ما قلت تسبق مركزه
وانايا ما تنضيفش الماء الزهر نهائيا، ما تنضيفوش العسل ديالي صافي، لانه ديجا منكه بداكشي اللي درنا له، ما تنضيفش ليه الماء الزهر. وكاينه انا شفت واحد الاخت الله يذكرها بخير، انا العسل تاع الشباكيه تضيف ليه واحد الطريقه، يعني كتاخذ العسل اللي غادي دير الشباكيه، كنأكد الشباكيه وتضيف ليه واحد نص معلقه صغيره ديال العطريه ديال اللحم. غادي تسالوا علاش، وانما قالت لك كيعطي واحد اللذه اكثر للشباكيه. انا ما ضفتهاش، ضفت فقط جوج معالق ديال الكليكوز اللي قلنا، اما معلقه كبيره مملوءه ولا جوج معالق مملوئينش، هما اللي نضيفوهم للعسل ديالنا، لانهم تيتبتوا لينا العسل فوق الشباكيه، واخا تبقى واحد المده طويله تيبقى العسل فوق الشباكيه ما تتشرب ما والو. هذا هو العسل ديالنا اخواتي، وكنتمنى نكون وصلت يعني عطيت النصائح باش ينجح لينا هذا العسل هذا ويجينا مزيان. فكنتمنى اخواتي انتم ان شاء الله تجربوه ويصدق لكم وينجح معكم، وان شاء الله تبعتوا الخطوات بالضبط. واحد الملاحظه غادي نضيفها الاخوات اللي غيطيبوا، ما غاديش يطيبوا في طنجره بالضبط، قلنا ساعه ونص، حتى هما يتيستيو بنفس الطريقه، يجربوا بنفس الطريقه. الا ما تقطعش العسل صافي، هذاك هو القياس ديال الطياب، وتناخذوا حتى اللون ديال الحامض كيدل على ان العسل البركه عليه. وكذلك ما نحركوش، ما يحركوش نهائيا بالمعلقه بحال هكا، يحركوا بمعلقه ديال الخشب، يحركوا بمعلقه ديال الخشب هي باش غادي يحركوا العسل ديالو، باش يتاكدوا ما يديروش نهائيا هكا معلقه، لان داك التحرك نديروا معلقه تاع الخشب يستحسن. ونطلقوا ان شاء الله باش نقدموا العسل ديالنا. العسل تاعنا اخواتي كيف ما كتلاحظوا معايا اللون ديالو كيف تيجي، فيعني حتى المذاق ديالو تيجي رائع جدا. الا بغينا بحال هكا نعسلو به الشباكيه، ويعني مجموعه ديال الحلويات تنقدمهم معسلين. تنتمنى اخواتي تجربوه ان شاء الله وينجح معكم، ونتاكد ان شاء الله تبعتوا المراحل كيف ما قلنا، وحنا نتاكد ان شاء الله بان غادي ينجح معكم. وكنتمنى الحلقه تكون راه تعجبكم. الى عجبتكم بحال ديما اخواتي ما تنساوش لايكوا الفيديو، ديروا لايك، تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات، وكذلك تعاونونا في نشر الفيديو في المواقع الاجتماعيه مع الاصدقاء ديالكم. الى حلقه مقبله بحول الله، دمتم في رعايه الله وحفظه.